أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أهمية التحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة واحترام اللاعبين من الفرق المنافسة بعيدا عن التدافع والتشنج والتصرفات البعيدة عن الروح الرياضية. جاء ذلك خلال استقبال السمو بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم الأحد في قصر الإبداع، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لموسم 2022-2023. في إطار دعم سموه الدائم والمستمر لكافة ما يتعلق بالرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبل سموه في قصر الإبداع الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لموسم 2022-2023. ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 10 ملايين درهم تقديرا لفوزهم بكأس رئيس الدولة حفظه الله للمرة 10 في تاريخ النادي وللمرة 2 على التوالي. وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة بهذه المناسبة قال فيها سموه: بالأمس يعني كانت متعة الكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان المستوى من جميع الجهات بدرجة امتياز، فلو أخذنا هذا الملعب الذي شاهدنا فيه المباراة حين في البداية نشكر سمو الشيخ منصور بن زايد على هذه الرعاية الكريمة وتلك الابتسامة التي رافقت اللعب ورافقت كذلك التكريم، ونشكر كذلك الشيخ راشد بن حميد النعيمي على حسن الإدارة واختيار ذلك الحكم المتميز، ونشكر كذلك نادي العين الذي كان في مستوى الكفاءة، ولو كان بإيدي لوضعت كأسين وليس كأسا واحدا، لأنني أنا كنت مستمتعا باللعب وباستمرارية المباراة، ولو حسبنا 4 دقائق مثلا في الجزء الثاني من المباراة لكان هذه 4 دقائق ليس من كذا، وإنما عشان يخرج هذا اللاعب فقط ويرجع، لكن المباراة كانت 90 دقيقة بالضبط يعني، وهذا كله يعني أنا بقول يعني في 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 مسرد كلامي ما هي النتائج التي نحن نجنيها من هذه المباراة؟ ليس نحن نكسب كاس أو يخسر الآخر أو نحن نفوز، لا، هذه المباراة هي مدرسة ودرس لنا كلنا، يعني ما يعيها الناس، يعني كثيرين ما يعوا هذه اللعبة ما معناها. هذه اللعبة الآن خصمك يضربك وأنت مكتوف الأيدي، تقول له ليش؟ يقول حسب القانون. هل شاهدتم موقف هكذا في المباراة هذه؟ جرحني تصرف بسيط من لاعب الشارقة ولاعب العين، كانوا كالديكة راس بهذا بهالراس، وأنا والله عند التلفزيون أصرخ لا لا لا، يعني لا 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 تخربون هذه اللعبة،
لا، وكان الحكم على مستوى، قال الصالحة على طول. طيب، إذن هذه اللعبة ليست بالبساطة. كل الألعاب أنت بعيد عن الآخرين معظمها، يعني بينك وبينهم شباك وبينك وبينهم حواجز، إلا هذه اللعبة، الاحتكاك المباشر، الصدام. في هذه المباراة حاجة عجيبة. أنا أشكر مدرب الشارقة وأشكر مدرب العين، لأول مرة تشاهد الملعب وتشاهد الخطة اللي هي في بال المدرب وهي على الواقع. اللاعب عنده فرصة يعطي إلى الجناح الأيمن، لكن الخطة تقول لي لازم نصرفها في النص، لازم الهجوم يجي في المنتصف. تلاقيه يحاول، وأنا عارف أن الخطة هكذا. الآن هنا في هذا الملعب نرى أن هناك فيه هجوم معين واضح ماشي هكذا، ليس تخبيط وليس أهواء. نحن نشكر يعني المدربين أو المدربين الذين وضعوا تلك الخطط، ونشكر اللاعبين الذين نفذوا هذه الخطط. في ناحية الجمهور، هنا كلمة أنا أوجهها للجمهور، الجمهور اللي يعني يتابع المباريات، أكان حاضرا في الملعب أو خارج الملعب. هذا الجمهور يعني المفروض إذا كان سيتكلم لازم يعرف الكرة، لازم يعرف ما معناها وكم المسافة ومش عارف إيش، كل هذه القوانين اللي أنتم تعرفونها هو المفروض يعرفها عشان يعلق. اليوم هذا في تويتر ماذا هذا يعلق والكلام ينتشر، نحن ما نتمنى أن هذا الكلام ينتشر. وكان يعني أنا كم مرة أتكلم وياهم عيسى الله يعطي الصحة والعافية، نقول له روح إلى النادي الفلاني ناصحهم، روح إلى النادي الفلاني ناصحهم، هذه لضيوفكم، هاي لا ما يصير هكذا. يعني قلت طبعا هالحين. أنا لو أقول لكم سر، يعني لأن دولة الإمارات ليس فيها هذا من هنا وهذا من هنا وهذا راعي دبي وهذا راعي أبو ظبي وهذا راعي الشارجة، لا، هذول كلهم أهلية. يعني أنا خوالي من دبي، خوالي من دبي، وابن عمي في الشارقة، ابن عمي في رأس خيمة، وخوالي في عجمان، وأنا الوحيد، يعني أنا ما أعرف، يعني أنا أعرف هذا كله يعني. ولذلك أي تجريح في هنا ولا هنا ولا هنا تراك تجرح في نفسك أنت، لا يجوز هذا الكلام. فالحمد لله نهدني طبعا نادي الشارقة وإداريين ولاعبين ومدربين، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبهم قدم أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبي نادي الشارقة شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السامية والدعم الكبير المستمر الذي ساهم في وصول النادي إلى منصات التتويج. طال عمرك شكر طال عمرك أول شيء على استقبالنا وعلى دعمك الدائم للرياضة بشكل عام في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة خاصة، وإحنا أيضا في مجلس الإدارة طال عمرك وضعنا على عاتقنا هذه الأهمية وهذه المسؤولية على الاهتمام بجميع الألعاب في النادي، سواء كان في الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية وكذلك في كرة القدم. والله الحمد طال عمرك إحنا كمجموعة حاطين الأهداف أمامنا أن نوصل دائما للمنصات التتويج، والموازنة الموجودة لهذا النادي يجب أن تكلل بالنجاح من ناحية إسعاد المحبي النادي والرياضة بشكل عام في الشارقة. وشفنا لمسنا هذا الشيء طال عمرك من خلال إحراز البطولات وخاصة في المباراة الأخيرة، وشفنا كيف يعني الصغير والكبير والعوائل
بمختلف الجنسيات ومختلف الأجناس يعني فرحانين، وهذه لها قيمة كبيرة طال عمرك ومسؤولية كبيرة علينا احنا ان نكمل لهذه الإنجازات. وتفضل سموه بمصافحة المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والتقاط صور تذكارية مع الفريق الفائز وسط فرحة كبيرة لكافة الحضور. الاستقبال حضره إلى جانب سموه عدد من الشيوخ ورؤساء الجهات الحكومية والقيادات الرياضية في إمارة الشارقة.